نحب نرجع بالله لأنه هو عنده مدة زيتون عمل تحقيق باتوا تقول تحكي الآن. خلينا نوضحه شكون المجرمة اللي عاجزة السلطة الآن تستخدمهم إذا كان عدالة انتقالية دولة متخصصة تعمل دعوات للمتهمين وما يحضروش ما حضروش قبل 25 جويلية في العشرية السوداء وتو مش حاضرين في العشرية الخضراء. هالمجرمة هذوما شنو قلت له شهيد وطلب العائلة فقط القبر متاعه اشكون هالمجرمة هذوما وثانيا هالمسار وقتاش باش ينتهي المسار هذا مسار طبعا هذا ما قصدته بانعدام الإرادة لفتح هذا الملف وفصله. انا ناكد لك اللي المتهم الرئيسي في هذه القضية وانا حينما اتحدث عن المتهم الرئيسي انطلاقا من ابحاث ومن ملف عاينته على الاقل عند ثلاث جهات خاتم بحث وقع فيه خاتم بحث هو وقع فيه ملف وقع فيه خاتم بحث كمال ملف كمال مطماطي نعم وقع نشره مرتين اثنتين. المرة الأولى أمام الدائرة الجنائية العادية في بداية الثورة وانتهت الدائرة الجنائية إلى تبرئة المتهمين من تهمة القتل المتعمد والتعذيب الناجع عن الموت. نعم. اعتبروا أن الأمر يتعلق فقط بجنحة بسيطة متمثلة بإخفائه جثة ووقع قبر ذلك الملف وإنهائي. الحمد لله مع العدالة الانتقالية وقع فتح الملف من جديد. الملف باشرته فرقة من الحرس الوطني في بداية الثورة وتوصلت إلى كثير من الحقائق كانت على قاب قوسين أو أدنى من معرفة مكان الدفن ولكن تعطلت الأعمال. أعتقد أن كفيلات كمال مطماطي بصفة خاصة كلما وصلت الحقيقة لأن تكشف إلا وقع وضع سد منيع دون ذلك. أهم عصر لمعرفة الحقيقة نعتقد هو عزوف المتهمين عن الحضور. نعم. المتهم الرئيسي في القضية لا يبعد عن مقر المحكمة بأكثر من 30 كيلومتر. قناة الزيتونة حينما أنجزت ذلك العمل توصلت إليه وذهبت إليه وأخذت منه تصريح ما هو لبعض الدقائق ولكنه يبقى تصريحا. اليوم لا توجد هذه الإرادة. كنيسة الدفاع طلبنا تعهيد فرقة خاصة بإحضار هؤلاء. نعتقد أننا في حرب مع النقابات الأمنية التي تحفظ منظوريها على وقف التعامل مع الدوائر العدالة الانتقالية. وأكد لك مثلا أن حتى تأمين المحكمة لا يتم عن طريق الأمن يتم بواسطة مواطنين المحامون هم من يؤمنون النظام العام في الجلسة. نعم. عدم حضور المشروع المنسوب لهم الانتهاك وعدم توفر إرادة سياسية وإدارية وقضائية وأمنية لإحضارهم هو أهم معطل لمعرفة الحقيقة. للأسف الشديد هو في قضية الشهيدين البراهمي وبالعيد قلنا أن معرفة الحقيقة مهمة لكن على الأقل قبورهم موجودة لكن هذا شخصية مش طالبين يكون لغتاله مش عارفين القبر متاعه. وربما يحكي لنا سي مختار على بعض الملابسات متاع كيفاش كانت أمه تمشي للسجن وتهزه في فطوره والسجانين يهموا فيها أنه موجود يأكلوا حشاكم فاكل الماكلة اللي تجيب فيها الأم المسكينة الملتاعة وهو وقتها كان يعني به ربي موجود.